الروزماري يا جماعة، الروزماري اللي بيحب يزرعه. 1 2 3 4 زي ما انتم شايفين. وهذه الأم، بصوا هنا بكل سهولة بنجيب العجلة، شايفين هدول عجلتين، بنجيب العجلة زي كده وبنشيل كل اللي فيها. هذه طريقة الإكسار، عجلة خشبية شوية، وبنعمل اللي تحت كده وبنجيب الألوفيرا وبنغتها في الألوفيرا، وبعدين بنيجي في التربة ونعمل كده ونحطها، وبتتحط في مكان ظل ظل، تمام، وبعد كده ظل مع شمس، ثم شمس مباشرة أو ظل مع شمس على طول، وبنسقيها. النبات هذا يكبر معانا يتسمد، هتاخد لها حوالي شهر وتبدأ تكبر معانا. نبات رائع جدا، نديله سماد، نديله شمس مباشرة ومية لما يعطش. أحلى مساء وزراعة الروزماري بكل سهولة.